يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، عرفنا أن للاستواء معان أربع: العلو والارتفاع والصعود والاستقرار. نعم. والسؤال أنني قد قرأت إن من معاني الاستواء القصد، فهل هذا صحيح؟ وذلك في الآية ثم استوى إلى السماء. نعم، من العلماء من فسر هذه الآية بقصد، ومنهم من فسرها بمثل الاستواء على العرش، بأنه صعد وارتفع على، وهذا هو الصحيح، هذا هو التفسير الصحيح. لكن لا يعد هذا من معاني الاستواء على العرش، ما يعد من معاني الاستواء على العرش. نعم.